السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي غاديه الامور ديالكم؟ المهم كنتمنى تكونوا مزيانين. فيديو جديد ونهار جديد كما كتشوفوا معايا. بديتو بغسيل الماعن. المهم انا البنات من بعد ما فطرنا دزت باش نغسل لامي، انا تنتهي راه باقا ما بقى عاد ندوز باش ندير الغدا. اليوم الجمعه، ما عرفتش علاش دائما كتصادف انني كنتصور نهار الجمعه. اليوم الجمعه، غادي ندوز على الكوزينه شويه، عاد ندوز باش ندير الغدا. وبغيت نهضر معكم في واحد الحاجه البنات. هاد النهار راني كنصور في هاد الروتين، وفي واحد الوقيته لقيت واحد الوقيته اللي جلست فيها وقبضت البورتابل ديالي ودخلت اليوتيوب وكنتفرج. دابا انا عارفه ان كاينه واحد الموجه نتاع هاد المشاكل ما بين المرأة ورجلها، ولكن ما تصورتش اللي واصله لهاد الدرجه. عرفتوا راه فاش كنقلب، عرفتوا راه اليوتيوبرز ديال المغرب كاملين بانوا لي غادي يطلقوا، كاملين عندهم مشاكل مع رجالهم. هادشي ما كيعنيش انني زعما كنكذبهم ولا كنقول انهم كاملين كيكذبوا، ولكن راه الاغلبيه ديالهم بكل صراحه كيكذبوا. ما عرفتش تقدر تكون وحده ولا جوج في وسط هادو كاملين اللي كتهضر نيشان. واللي ما عجبنيش في هادشي كامل هو انهم هما مؤثرين. دابا شي وحده كتفرج فيهم راه كيأثروا عليها. هادشي راه غادي، انا ما عجبنيش الحقيقه، ما عجبنيش هادشي. غادي وغادي وكيتزاد، غادي كيتزاد وكيبقاو. المشكل كيبقاو يعطيو نصائح للبنات اللي كيتفرجوا فيهم، ولا العيالات زعما اللي مجوجات وكيتفرجوا فيهم كيبقاو يعطيوهم النصائح. انا من هادشي كامل انا بغيت نقول غير العيالات اللي مجوجات وكيتبعوهم، ما حاولوا ما يأثروش فيكم. راه البنات هذه غير موضة، موجة كما كنقولوا، ماشي موضة، موجة ودايزة كبحالها كبحال الموجة اللي كانت ما بين مشاكل ديال العائلات وداك الشيء. دابا هاد الشيء اللي كيوصل، خرجت وحدة طلعات بهاد المشكل، صافي كلشي تكب على هاد المواضيع، كل شيء ولا كيدابز مع رجاله، وكل شيء ولا باغيين يطلقوا، وكل شيء ولا كيخون. راه هاد الشيء بزاف، راه باين غير الكذوب البنات. هاد الشيء نتاع اليوتيوب كنقولها ونأكدها، العيالات اللي مجوجين ما يأثر فيكم حتى شي حاجة. كما خرجت في فيديو قبل قلت ان اي وحدة في اليوتيوب كتبين لك انها دياها في راسها وفي وليداتها وداك الشيء، انها كان كذوب، كذوب كانوا كيكذبوا علينا. هما كانوا اللي كاينين اللي كيعاونوهم، ولكن هما ما كانوش كيبينوا. دابا راه فاش كلشي ولا كيهضر على هذا الشيء، راه تقريبا كاملين ولاو كيقروا. دابا المخيره فيهم خرجات قالت ان كاينه اللي كتعاونها، بقاو كيدخلوها كلهم قروا. وتهد الشيء تاع الطلاق البنات، وكيبقاو يعطيو في النصائح وداك الشيء، راه حتى وحده ما تقدر تنصحك اختي. الا انتيا مستقره في دارك ما تزعزعك حتى حاجه. شوفي راه واخا تعطيك النصائح، واخا سميتو راه هي ما ساكناش معاك، راه اين نصيحات تعطيك وهي ما عارفه عليك حتى حاجه. هما غير كيهيجوا في العيالات، هي كيهيجوا في العيالات، وهما غير كيكذبوا. هما الهدف نتاعهم انهم يطلعوا المشاهدات نتاعهم. راه هذا الشيء هو اللي كاين، راه ما كاين لا مدبزه مع رجلها، ولا مدبزه مع ما نعرف شنو، ولا خانها، ولا يطلق. ما كنكذبهمش كاملين، تقدر كما قلت تكون وحده ولا جوج منهم كتهضر نيشان، ولكن راه بزاف، وراه بزاف، راه ولاو كاملين وناري كاملين. كلشي دابا ولا يطلق، وبقيت غير انا. انا غدا ولا بعدو غادي نحط لكم فيديو ونقول لكم صافي احنا راه بدينا في الطلاق، وراه درت المحامي وهذا. الله يستر الله يستر. ولكن البنات هادشي راه كيخلع. انا اللي ما عجبنيش هي ان دابا انا وحده من الناس اللي كتبع اليوتيوب، وتا انا كنتاثر بحوايج بزاف في اليوتيوب، تا انا كنشوفهم كنبغي، ولكن كنحاول ناخذ الحاجه المزيانه. انا غير كنقول لكم زعما راه اي وحده كتفرج في اليوتيوب راه تقدر تاثر، راه تاثر في داك الشيء. فاش كتدخل وكتسمعها صافي طلقي، صافي الهلا فين دار، ولا
راه البنات راه غير كيهضروا، راه غير كيهضروا، راه هما براسهم ما يقدروش يديروا هذا الشيء، وهما هاد المواضيع كاملين دايرينها بهدف واحد، انهم يطلعوا نسبة المشاهدة، انهم يتزيد لهم الابوني. هذا الشيء اللي كاين، ما تضيعوش حياتكم البنات وتسمعوا لهم. انا كنقول لكم البنات ما تضيعوش حياتكم، دابا يتفرش كل شيء، غير استناو دابا يتفرش كل شيء. هذه راه غير موجة كما قلت لكم، كما اللي الموجة اللي فاتوا هذه موجة. كان المهم ما نعرف شنو يخرج، انا كيبان لي هذا اليوتيوب غادي وكي ما نعرف فين يوصل، ونعرف شنو غادي يخرج مور هذا الشيء. ولكن في هذه الوقيته راه هذا الشيء اللي كيروج، الطلاق، غادي نطلق، سحرولي انا وراجلي، صافي غنتفرقوا، عندي معاه المشاكل، كيخوني. هاد البنات خليهم سمعوا، ماشي مشكل، صمتوا وسمعوا. حولي البنات دخل عليا ولدي ما بقيتش عاقله حتى على فين كنت كنهضر. المهم الموضوع وما فيه البنات هو انكم ديروا عقلكم، وحتى وحده ما تغركم بهدرتها، حتى وحده ما تغركم بهدرتها. اللي زعما عايشه في دويرتها وصابره مع راجلها الا كان مزيان. المهم انا ما غاديش نبدا في النصائح، لان حتى وحده ما تقدر تعطي النصائح، لان كل وحده والحاله ديالها، كل وحده واكثر وحده اتعرف الحل هي مولات المشكل. هذا الشيء اللي بغيت نقول. اما يجي يفتي عليكم هذا ولا يعطيكم هذا، ولا انا نوضيها تعتمدي على راسك، اعتمدي على راسك اختي، ولكن ماشي تجي تسمعي لهم وتجي تضيعي حياتك. البنات خدوا غير الحاجة المزيانة من يوتيوب، اليوتيوب راه كامل كذوب، راه كله كذوب ونفاق، راه كل شيء كيضرب على ديك الخليصة اللي تجيه، راه ما كاين لا نصائح لا حتى حاجة. بلا ما تضيعوا بحياتكم وتبقاو تسمعوا من هذه وتسمعوا من الاخرى وتسمعوا من الاخرى. البنات راه كل وحدة راها تعرف الحل نتاع المشكل ديالها، حتى وحده ما تجي تقول لك هادي ولا هادي ولا هادي، ولا تاثروا بهذا الشيء وتنوضوا حتى نتوما كدابزوا مع رجالكم ولا شي حاجه من هذا الشيء. البنات راه كنقول لكم هذا الشيء راه غير كذوب، يوتيوب كامل غير كذوب، يوتيوب كامل غير كذوب وتمثيل، راه ما كاين حتى حاجه زعما اللي حقيقيه في هذا اليوتيوب. انا كنقول لكم لحقاش ضرني خاطري، شفت كل شيء، راه ماشي غير وحده ولا جوج ولا ثلاثه، راه ولاو كل شيء غادي يطلقوا من رجالهم، مش هذا الشيء والله، هذا الشيء ولا كيخلع. ايوا المهم البنات بغيت دائما فاش كنشوف شي حاجه وكنبغي نهضر فيها ونعطي الراي نتاعي. انا كيبان لي البنات هذا الشيء غير الكذوب وصافي، كل وحده باغيه تطلع القناه نتاعها، ولات كتشوف شنو الحاجه اللي غير ممكن تطلعها لها، وكتدخل كديرها، ما كيهمهاش راها تكون كتاثر على شي مراه ولا على شي بنت ولا على شي حاجه، هي كتدخل كتفكر غير خصها تربح وصافي. وانتوما البنات راه كل شي بعقلهم، كل شي بعقلكم تبارك الله، ما يغروكمش في اي حاجه، اللي ماشي غير من هذا الشيء، من ناحيه نتاع تشوفوهم ما نعرف شنو عندهم. المهم ما تغركمش، اليوتيوب غير كذبه وصافي، اليوتيوب راه غير كذبه البنات، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم وصافي. خلينا مع الروتين ديالنا البنات، هذا الروتين ماشي كذبه، انا حيت كنقول اليوتيوب كتب يقولوا لي هكا بحال الفيديو اللي كنت حطيت. المهم راه هذا الروتين راه ماشي كذبه البنات، والله انا فاش كنحط شي حاجه راه ما كنكونش كنكذب عليكم ولا شي حاجه، واصلا كنحط شي حاجه اللي تحتاج انني نكذب عليكم، راه كنتشارك معاكم زعما غير روتينات هكا، وصفات اللي ساهلين اللي اقتصاديين، زعما كنشارك معاكم داكشي على قد الجيب نتاعي وعلى قد وعلى قد حالي. المهم كنتمنى تقبلوني وتقبلوا الهضره نتاعي، هذا كان الرأي نتاعي، اللي بغات تدير به مرحبا، اللي ما بغاتش تدير به حتى هي مرحبا. المهم كل وحدة حرة في اختياراتها، كل وحدة حرة في الرأي نتاعها، انا كان هذا هو الرأي نتاعي، وبغيت نوصلو لكم هذا الشيء. ما كاين كي شتو البنات راني دوزت على الدار، درت كسكسو، درت كسكسو طيب، دوزت على الدار، دوزت زعما على الكوزينه وغسلت الدجاج حيت كان جابو لي راجلي حتى الصباح، ودرت كسيكسو نتاع هنا طيب، وصافي كملوا معايا الفيديو
حتى الاخر، وهذا الشيء ما كاين. بالنسبة لبنات الغداء، أنا راه دايرة كسكسو، ولكن هذه المرة درت كسكسو بالتفاية. ما بغيت نبدل شوية على دائما، على داكشي درت كسكسو بالتفاية وصافي. هادشي اللي كاين، خليكم معايا. المهم البنات، ساليت المرحلة نتاع الغداء، ماشي ساليتها كاملة، ولكن المهم وجدت دابا كل شيء. بقالي غير نفور كسكسو، ثم البصيلة راني درتها وجدتها ودرتها كطيب، بقالي نزيد عليها الزبيب، بغيت يبقى يدخلها الطياب ونزيد عليها الزبيب، وحتى الاخر عاد نعسلها وصافي. دابا بقالي غير هاد تحت لافابو غادي نخويه، ما بغيتش نحلو لكم ونصور لكم لداخل، حيت حاشاكم كاين فيه الطر والزبل وكاين هاد الوينه. بغيت نحكو شويه في جافيل والتيب، ندوز عليه هكا وصافي. هادشي اللي كاين في هاد الوقيته. عندي صابون بغيت نطلعو السطح، ولكن الجو كيتقلب، كتخرج الشمس وكتمشي، ما عرفتش. المهم ما عرفتش واش غادي نطلعو ولا ما نطلعوش. المهم هادشي اللي كاين في هاد الوقيته، وخليكم معايا. المهم البنات، يلا رجعت معاكم. زعما ماشي ما بغيتش نصور، ولكن ما كاين ما يتصور، راكم عارفين مور الغدا كل شيء كيكون منقاد. صافي كتبقاي غير جالسه. مور الغدا غسلت المعناس ديالي وطلعت عاد نشرنا الحويجات وصافي. هبطت مشيت تكيت شويه، ماشي نعس، ولكن بقيت غير متبعه اليوتيوب فيديو لفيديو من فيديو لفيديو. ودابا عاد رشقات لي النوض، غادي نمشي دابا ندخل الكوزينه نشوف شنو ندير. انا مشي هي الحقيقه بانكيك، غادي نمشي هي الشوكولات. المهم الا درتهم 100% غادي نديرهم غير هما، لحقاش هما اللي عندي في البال دابا. المهم غادي ندخل الكوزينه وغادي نشوف شنو غنديرو.
البنات صافي غادي ندير كما قلت لكم البانكيك، راه نفس الطريقه اللي كنت درت معاكم ديك المره، غير دابا غادي ندير الحليب في بلاصه ديك المره درنا عصير نتاع الليمون. دابا غادي ندير الحليب حيت كما قلت لكم شهيتو هذه المره بالشوكولاط، داكشي غادي نديرو بالحليب. درت هنا جوج بيضات بالنسبه للبنات الجداد، 4 كاس نتاع الزيت، ندير واحد الفاني، بزاف د الناس ماشي بزاف انما الاغلبيه كيديروش فيه دانون، لكن انا كندير فيه دانون دائما وكيعجبني كيجي به زويون. ندير دانون تاع الفاني، يجربوا البنات بدانون وغادي تشوفوا راه كيعطي واحد الفرق اللي كبير. مهم غادي ناخذ 2 كيسان تاع الحليب، صافي غادي نطحنهم غير شويه وعاد نزيد عليهم الطحين، وغادي نحتاج جوج عارف مالي تالفه، غادي نحتاج جوج خمارات حمر. سنيده البنات دائما ناسيه شي حاجه ضروري ننسى، الحمد لله حتى الاخر لحظه وكنتفكر لو كانت طمي حاجه راه هذيك مصيبه. المهم سنيده دائما على حسب الذوق، ندير هنايا 3 نتاع المعلقات، صافي وغادي نزيد طحين. المهم طحين ما عنديش ليه العبارات، غادي نبقى نزيد حتى تقلي، راه البانكيك كيجي شويه تقيل ماشي كي بحال سميتو الكريك، لا هذا كيجي شويه بعدا تقيل عليه. البنات بالطريقه باش كنطيبو كما شفتو، كنكب شويه نتاع الخليط وكنخليه يبدا يطيب شويه، كندير عليه شويه نتاع الشكلاط ونخليه تبدا تطيب شويه، نحس بها راكي بحال اللي طابت كما شفتو معايا من لتحت، وعاد كنزيد عليها شويه نتاع هذه العجينه ونزيدها غير فوق الشكلاط هكا غير باش تغطي لي الشكلاط، وصافي ونقلبها في البلاصه كما شفتوا معايا هكا. كنبقى غدا من نفس الطريقه، كتكبوا شويه وكتزيدوا عليهم تزيدوا عليه شويه نتاع الشكلاط وكتخليوه كتحسوا بها طابت من لتحت شويه، وكتزيدوا عليها شويه نتاع هذا الخليط غير فوق الشكلاط كما قلت غير باش تدرقوا هذاك الشكلاط وتقلبوها في البلاصه. صافي كنبقى غدا على هذه الطريقه حتى كنسالي الكميه نتاعي. البنات يلا هذه هي الحبه الاخيره نتاع البانكيك، هاني كملتو، شوفوا تبارك الله شحال عطاني بزاف، ما درتلوش كامل الشوكولات حيت كاين فينا اللي ما كياكلش الشوكولات على داكشي ما درتش كامل،
وكنت غادي نشارك معاكم واحد اللي كنت قلت لكم قبل في الفيديو، نحس شويه بعد الكاميرا، هذيك اللي قلت لكم غادي ندير معاكم البقوله بواحد الطريقه اللي زوينه. المهم نخليها يمكن حتى الفيديو الجاي، لحقاش كنت دايره على حساب غادي نديرها اليوم، الساعه ما لقيتش بعض الحوايج اللي خاصني ما لقيتهمش، ما حيت اليوم الجمعه حتى الحوانت تقريبا كاملين كيكونوا سادين. المهم حتى غدا الى كثر، ودابا كتكون دايره على حساب نسيت هذا كنت دايره على حساب صافي، كنت دايره صافي غادي نديرها العشاء الساعه ملي ما كتبش. دابا دغيا دزت غادي ندير اسهل حاجه، هنا درت البطاطا كتسلق، هنا عندي واحد مطيشه اللي جبتها من الفريكو باش تسلق لي دغيا، زدت عليها واحد شويه الماء وحطيتها باش تذوب دغيا. غندير واحد الكراطه من اليد دغيا سهله، وهنا عندي شويه نتاع الدجاج اللي كان اللي تا هو جامد، تا وقت نزيدو دابا على هذي على هاد المطيشه باش يتسلق لي دغيا، لحقاش كيما قلت لكم كنت دايره على حساب حاجه صدقات لي في حاجه اخرى ماشي مشكل. غادي نلقاني راسي دغيا ندير كيما قلت لكم اسهل حاجه، واسهل حاجه هي بالي هاد الكراطان دغيا غادي توجد لي، واصلا حيت كلشي عندي واجد، عندي مطيشه دجاج مقطع هذا اللي كنت قطعت معاكم قبل، صافي كيما قلت لكم غادي نديرو غادي نزيد عليه العطريه ونخلي كلشي يطيب دغيا. بالنسبه للعطريه البنات غادي نزيد معاه انجيبكم من هنا باش تشوفوا واش كندير. المهم هنا كما شفتوا معايا درت مطيشه، درت هذوك الطريفات نتاع الصدر نتاع الدجاج اللي مقطعين، جيب معايا بقاو غادي نزيد عليهم شويه نتاع الابزار وشويه نتاع التحميره شويه نتاع مليحه، غادي نحك معاهم واحد الفص نتاع الثومه، صافي هادشي اللي غادي ندير معاهم. واه وندير معاهم زويته نزيد الزيت، وحتى الاخر نزيد معاهم شويه نتاع الزعتر، هادشي اللي غادي ندير. مليحه البنات، غادي نخلي هذا الشيء يتطلق ومنها يطيب وصافي، ونرجع معاكم باش تسلق لي البطاطا، نرجع معاكم باش نكمل معاكم هذا. المهم البنات غادي ندوز نوجد معاكم واحد الخلطه اللي غادي نزيد على هذيك الكراطان، غادي نحتاج لها شويه نتاع الحليب، المهم شي نص كاس هكا، وجوج بيضات. انا دابا مع الزربه ماشي ما نجيب الكاس ونعبر، جوج بيضات وشويه نتاع البزار وشويه نتاع مليحه وصافي غادي نطحنها. اللي عنده الشوكولاط اللي عنده هذا الفرماج احمر زيدوها عليه، مليحه كيما شفتوا. صافي غادي نطحنها ونخليها حتى غادي نوجد الكراتان وغادي نخويها عليها من الفوق. البنات من بعد ما تسلقات لي البطاطا كيما كتشوفوا معايا نقيتها راه باقا سخونه، زدت عليها معلقه نتاع الزبده كبيره، وغادي نزيد عليها شويه البزار وشويه نتاع سميتو نتاع الملحه، وغادي نزيد عليها واحد شويه نتاع الحليب، وغادي نحاول نمعكها مزيان غير باش زعما ما تبقاش هكاك طروفه، وصافي غادي من موراها غادي نزيد عليها هذاك شويه نتاع الدجاج ومطيشه اللي كنت وجدت معاكم، غادي ندير طبقه نتاع هكا البطاطا، وغادي ندير طبقه نتاع هذاك شويه نتاع صدر نتاع الدجاج ومطيشه وصافي، وغادي نزيد عليهم هذاك الخليط اللي درت ما بين البيض والحليب،
وغادي ندخلها للفران البنات، نشعل عليها من الفوق ومن التحت حتى غادي نشف ليها داك الخليط اللي من الفوق، وصافي نجبدها غادي تكون واجده معايا البنات. وهذا الشيء اللي وجدت هذا النهار كما شفتوا معايا، وهاد الكراتان البنات راه الحاجه الزربه، والله الا الحاجه الزربه اللي كتجي واعره، عرفتوا راه جات في المذاق غزاله غزاله غزاله. المهم هذا هو النهار نتاعي البنات كي دوزتو معاكم، وهذا هو الاخر نتاع الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي درت هذا النهار، تجربوه كما كتشوفوا ماشي شي حاجه اللي زعما شي حاجه اللي على قد الايد كما كيقولوا. وصافي انا شاركت معكم كل شيء قاعد داكشي اللي درت هذا النهار، وصافي هذا هو الاخر الفيديو البنات. كنقول لكم تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم والسلام عليكم.